ويبقى معنا من عمان موفدنا عصام عكرماوي. عصام، يعني كما تابعنا في هذا التقرير، مطالب الشعب واضحة، الشعب يطالب بإلغاء قانون ضريبة الدخل، لكن في التكليف لعمر الرزاز يقول الملك على الحكومة إطلاق حوار وطني لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل، ألا يعني ذلك أن القانون قادم لا محالة؟ هناك حاجة ملحة لتعديل هذه القوانين في الأردن، لكن هذا التعديل له عدة وجوه، هناك أكثر من رأي حول ماهية هذا التعديل. مثلا بالنسبة للمتظاهرين، المطلب هو في أن يكون هناك ضبط مثلا للإنفاق على الوزراء السابقين والمتقاعدين والأعضاء البرلمان، سواء من البرلمانات السابقة أو الحالية. هناك مطالب بأن يتم ضبط النفقات على مستوى الدولة، بدلا من أن يتحمل المواطن العادي هذا العبء من جيبه الخاص. يعني هناك عدة تفسيرات لما يجب أن تقوم به الدولة الأردنية، لكن نحن نعلم أن هناك التزامات قطعتها الدولة الأردنية على نفسها في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على القروض وإدارة عملية القروض. الأردن مدينة بحوالي 40 مليار دولار عليها ديون، وهذه الديون تكلفها حوالي ملياري دولار سنوياً. فإذا هناك حاجة ملحة لخدمة هذه الديون، لكن السؤال هو كيف يقوم الأردن بإدارة هذه المسألة، وهذه هي نقطة الخلاف بين المسؤولين والمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم على هذا القرار. طيب، هل إذن المظاهرات مستمرة في الأردن؟ بالأمس كنا في المظاهرة اللي كانت اليوم الخامس على التوالي. المظاهرات عادة يعني تحدث بعد في ساعات المساء بعد العاشرة ليلا بسبب رمضان وأيضا بسبب حرارة الطقس. هناك أسباب كثيرة لماذا تنظم المظاهرات في الليل. المهم أن المشاركين قالوا أنهم سيبقون في الشوارع إلى أن يتم سحب مشروع القرار المثير للجدل نهائيا، وليس فقط عرضه على البرلمان كما قرر رئيس الوزراء المستقيل هاني الملقي. هناك إضراب عام للأسبوع الثاني على التوالي حمدان غدا أمام مجمع النقابات الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدة ساعة. هذا الإضراب عقد لأول مرة الأسبوع الماضي على مستوى محافظات الأردن، وسيكون هناك النسخة الثانية من هذا الإضراب غدا هنا في عمان وفي بقية المحافظات الأردنية، إضراب دعت إليه النقابات العمالية في الأردن. طيب، ما الذي استشعرته من المواطنين عصام؟ يعني هم يحملون ويأخذون على هذا القانون، بلا شك سيؤثر على حياتهم المعيشية، كيف ذلك؟ ما هي النسب أيضا على ضرائب الضريبة على الدخل والحجم الإجمالي للدخل، المبلغ الإجمالي الذي تطبق عليه الضريبة؟ هناك تفاصيل كثيرة في مشروع القانون هذا حمدان. مثلا سيتم تخفيض الضريبة المفروضة على الدخل، كانت في السابق حوالي 17,000 دولار أو ما يعادل 17,000 دولار، الآن ستخفض إلى 11,000 دولار. عمان بالتحديد هي من أكثر المدن غلاء، جاءت في المركز الأول عربيا وفي المركز الثامن والعشرين عالميا. لكن الدخل، مستوى الدخل في الأردن ليس عاليا إلى درجة تبرر هذا الارتفاع في الأسعار. إذا الناس تشكو من ارتفاع الأسعار الحاجات الأساسية، الأغذية، الوقود، الكهرباء، الماء، كل هذه الأمور أسعارها مرتفعة في العاصمة الأردنية، يقابلها طبعا انخفاض في الأجور، أو ليس يعني معدل الأجور ليس على المستوى نفسه الذي كانت تكون عليه الأسعار. هذا بالنسبة للأردنيين مسألة أساسية جدا، مسألة حياتهم وحياة أولادهم. لذلك ترى هذا الغضب العارم على مسألة دفع الضرائب، وهم يقولون أن هذه المسألة ستزيد الناس فقرا وتؤدي إلى يعني تردي أوضاعهم المعيشية. من عمان موفد بي بي سي عصام عكرماوي، شكرا جزيلا.